اللي في الصورة دي اسمها شاهيناز أو فتاة العتبة، صاحبة أكبر قضية رأي عام في مصر في التسعينيات. والغريب في قصتها إن كل تفاصيلها هي لأول مرة تحصل في مصر، من كتر أهميتها الدولة والفنانين شاركوا في أحداثها. هنتكلم عن فتاة العتبة القصة الكاملة. 1992 تحديدا في شهر رمضان، وتحديدا قبل عيد الفطر بأسبوع واحد بس، شاهيناز واللي عندها 20 سنة وقتها نزلت هي ووالدتها واخواتها البنات علشان يشتروا لبس العيد، وهم أصلا من سكان بولاء الدكرور، وقرروا ان هم هينزلوا على العتبة علشان يشتروا لبس العيد من هناك، وياريتهم ما نزلوا. العتبة منطقة تجارية في مصر طول أوقات السنة بتبقى زحمة، ولأن وقت ما قصة فتاة العتبة ما حصلت كانت مصر بتستعد لاستقبال عيد الفطر، فكانت الزحمة أكتر من الطبيعي بكتير. شاهيناز ووالدتها واخواتها أخدوا الجولة في محلات العتبة واشتروا اللي هم عايزينه من لبس العيد، وبعدها اتجهوا لموقف الأوتوبيس علشان يرجعوا على البيت في بولاق الدكرور، وكان الأوتوبيس اللي يوديهم هناك هو رقم 17. وأول ما وصل الأوتوبيس للموقف الناس كلها جريت عليه في زحام شديد علشان تركبه، وكان من ضمن الناس دي شاهيناز ووالدتها واخواتها البنات، ولأن والدتها كانت خايفة على اخواتها الصغيرين فكانت حطاهم في المقدمة وطلعت بيهم من الباب الأمامي للأوتوبيس، وكانت شاهيناز واقفة وراها على طول. وفي لحظة ما والدتها طلعت وركبت الأوتوبيس، شاهيناز حست إن في حد بيتحرش بيها، فخافت وقررت إنها هتمشي من الباب ده وتروح للباب الخلفي للأوتوبيس علشان تركب منه، وإنها لما هتطلع هتقعد جنب والدتها وجنب إخواتها البنات. ولما وصلت للباب الخلفي للأوتوبيس فجأة لقت إن في إيد بتشدها وبتوقعها على الأرض، وتجمع عليها 4 شباب في وسط الزحمة الشديدة اللي موجودة في العتبة. 2 كانوا ماسكينها من إيديها و2 كانوا ماسكينها من رجلها، وأفقدوها السيطرة تماما على نفسها، وبدأوا يجردوها من ملابسها السفلية وبدأوا يتحرشوا بيها وسط كل الناس. في نفس الوقت شاهيناز كانت بتصرخ جامد جدا، لكن للأسف كل اللي واقفين محدش فيهم اتدخل. ودي كانت أول حاجة غريبة، 4 شباب يعتدوا على بنت في ميدان عام في وسط زحمة مش طبيعية ومفيش ولا حد يتدخل أو يحاول ينقذها. في نفس الوقت ده الأوتوبيس بدأ يتحرك، ووالدة شاهيناز واخواتها موجودين جوه الأوتوبيس، ووالدتها عمالة تدور عليها وملهاش أي أثر جوه الأوتوبيس. وفي نفس الوقت والدتها كانت عمالة تسمع الصراخ اللي موجود بره في الشارع، لكنها ما كانتش متخيلة إن الصراخ ده طالع من بنتها. فلما دورت عليها وما لقيتهاش قررت إنها هتنزل من الأوتوبيس علشان تدور على بنتها، ونزلت هي وبناتها الصغيرين وراحوا على المكان اللي فيه تجمع وزحمة كتيرة وصوت صريخ علشان تتصدم إنها تشوف بنتها مرمية على الأرض و4 شباب عمالين يتحرشوا بيها. الأم هي كمان قعدت تصرخ جامد جدا في وسط ميدان العتبة لحد ما ظهر أمين شرطة كان متواجد بالصدفة اسمه صلاح حلمي، ولأنه لاحظ إن في زحام شديد وإنه مش هيعرف يسيطر على الموقف فطلع السلاح الخاص بيه وضرب طلقتين في الهواء، وبسبب صوت الرصاص الناس اللي حوالين شاهيناز جريوا بسرعة، وكان من ضمنهم 2 من الشباب اللي كانوا بيعتدوا عليها، لكن شاهيناز قدرت تمسك في 2 بس من اللي كانوا بيعتدوا عليها، والشباب اللي جريوا دول استغلوا حالة الزحام الشديدة اللي موجودة في ميدان العتبة واختفى أي أثر ليهم في وسط زحمة الناس. أمين الشرطة صلاح حلمي تحفظ على الاتنين اللي كانت ماسكاهم شاهيناز، وطلب من الناس ان هم يمسكوهم لحد ما يحاول يلحق الاتنين اللي هربوا، وفعلا جري في معظم الاتجاهات لكنه فشل ان يلاقيهم تماما بسبب الزحمة، فرجع تاني وخدهم كلهم على اسم الشرطة علشان يعملوا محضر. وبمجرد ما الموضوع اتعرف اتحول في نفس اللحظة لقضية رأي عام، لانه فعليا مفيش حاجة شبه كده حصلت بالشكل ده قبل كده تماما، وأجهزة الأمن رصدت مبلغ مالي كبير لأي حد يساعد الأمن في القبض على الاتنين اللي هربوا، وتم تحويل شاهيناز للطب الشرعي علشان يكشف عليها ويطلع التقرير ويقول إنه تم فض جزء من غشاء البكارة باستخدام الإيد، وده اللي كان بيحصل فيها في ميدان العتبة، إن الشخص اللي حاول يتحرش بيها تحرش بيها من خلال إيده. ومن كتر ما كانت القضية مهمة جدا كانت الصحف القومية والرسمية بتتابعها
بشكل يومي علشان الرأي العام يعرف ايه المستجدات اللي حصلت. وفي نفس الوقت ده شاهيناز اضطرت انها تستقيل من شغلها وانها تفضل قاعدة في بيتها وما تنزلش خالص بسبب انه تقريبا كل الناس كانت عارفاها وكان عندها خوف من مواجهة المجتمع، تحديدا انها اتعرف عنها انه تم الاعتداء عليها في ميدان عام. والقضية دي كمان شكلت صدمة كبيرة عند اجهزة الدولة لان السلوك اللي طلع من الناس ساعتها سلوك غريب جدا وملوش تفسير. الناس شايفة اربع شباب بيعتدوا على بنت في ميدان عام ومحدش يتحرك، وكمان اجهزة الدولة عرفت ان شاهيناز قررت انها مش هتنزل من بيتها خالص، فطلع قرار بوقف النشر في القضية تماما او على الاقل نشر صورها. لكن للأسف الموضوع كان انتشر خلاص، وهنا بدأ مجموعة كبيرة من رجال المجتمع والفنانين يقرروا ان هم يساندوا شاهيناز في المحنة بتاعتها وانهم يقدموها للمجتمع في شكل البطلة اللي اتظلمت واللي ما ينفعش المجتمع يتعامل معاها بنظرة مش كويسة. فقررت الفنانة أمينة رزق والفنانة نادية لطفي انهم يزوروا شاهيناز في بيتها ويعملوا معاها حوار كامل، ويتم نشر الحوار ده في الصحف الرسمية، ويطلبوا من كل الناس ان هم يتعاملوا معاها انها بطلة وانها تقدر تواجه المجتمع بمنتهى الجراءة، وساعدوا شاهيناز انها ترجع لشغلها تاني وانها تقدر تنزل وتمارس حياتها بشكل طبيعي. كل ده بيحصل وفي نفس الوقت اجراءات المحاكمة بتتم والاستماع للشهود كمان بتتم، لكن كانت مليانة مفاجآت. اولا ان شاهيناز ما قدرتش تتعرف على كل الجناه بشكل واضح، وزي ما احداث القضيه في البدايه كلها غريبه حتى في استكمال التحقيقات كانت برضو غريبه. شاهيناز قدرت تتعرف على الاثنين اللي كانوا ماسكين رجليها، لكنها ما قدرتش تتعرف او توصف بوضوح الاثنين اللي كانوا ماسكين ايديها، ودي كانت حاجه غريبه عند جهات التحقيقات انه برغم المسافه الابعد من الشابين اللي كانوا ماسكين رجليها الا انها تعرف عليهم بسهولة، لكنها ما تعرفتش على اللي كانوا ماسكين ايديها برغم قرب المسافة. وبدأت تظهر مشكلة جديدة ان بسبب ضعف وقلة الامكانيات التكنولوجية في الوقت ده ما كانش فيه كاميرات مراقبة موجودة بتصور اللي حصل، فبالتالي ما فيش اي تصوير للحادث او للجناح. النقطة التانية ان كل شهود العيان اللي كانوا واقفين في وسط الحادثة دي محدش فيهم قدر يوصف الجناح بشكل واضح، وبكده بقى الاشخاص المتهمة فقط قدام المحكمة هم اتنين بس، والاتنين التانيين محدش قادر يتعرف عليهم. الاول وكان اسمه جمال، والمفاجأة انه اثناء ترحيله الى النيابة وضح وقال لكل الناس ان عنده اعاقة في رجله، وانه كان واقف على سلم الاوتوبيس بالصدفة وبسبب الزحام الشديد اللي كان موجود وقع على رجله ومقدرش يتحرك، وكان ساعتها بجانب شاهيناز على الارض، وانه بيأكد انه ملوش علاقة خالص بالموضوع وانه ما شاركش في اي حاجة تخص التحرش بشاهيناز. والمتهم التاني واللي بالصدفة اسمه برضو جمال، واللي قال انه كان ساند على سور موقف الاتوبيس وانه فوجئ مرة واحدة انه امين الشرطة وعدد كبير من الناس اللي كانوا موجودين في الزحام بيمسكوه وبيضربوه وبيتهموه انه هو اللي عمل كده، وبرضو كان بيأكد دايما انه ملوش اي علاقة بالموضوع. وبدأت قضية شاهيناز أو فتاة العتبة تتعقد أكتر. صحيح هي قضية رأي عام وكان في ضغط جامد جدا على الجهات القضائية، لكن الأدلة لحد اللحظة دي غير كافية، ده غير تضارب أقوالها في وصفها لشكل الجناح، وإنها كمان ما قدرتش توصف الاتنين اللي كانوا ماسكين إيديها برغم إن المسافة كانت أقرب. وطول فترة المحاكمة كانت الجهات القضائية بتطالب رجال الأمن بسرعة القبض على الاتنين المختفيين، لان الشهود اجمعوا ان اللي نفذ العملية دي اربع افراد. وطول فترة المحاكمة المتهم الاول اللي اسمه جمال واللي كان عنده اعاقة في رجله، زوجته كانت معاه طول الوقت وكان عندها ايمان قوي بانه بريء وانه صعب يتصرف بالشكل ده. حتى المتهم التاني مفيش اي دليل ثابت وقاطع ضده لحد ما يمر سنة كاملة من المحاكمات والاستماع للشهود والنظر في كل الادلة والتقارير
التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي، واللي في الآخر أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين الاثنين جمال وجمال، لأنه مفيش أي دليل ضدهم. وبرغم إنها قضية رأي عام، إلا إن المحكمة ما تأثرتش بالضغط من الرأي العام، وأكدت إن الأدلة ضد الاثنين غير كافية، وأعلنت المحكمة إنها طلبت من الأجهزة الأمنية بضرورة القبض على الأربع جناة الحقيقيين اللي عملوا كده في شاهيناز أو في فتاة العتبة، ولكن لحد دلوقتي لم يتم القبض عليهم. سلام عليكم.